ولد الفريق سعد الدين الشاذلي في قرية شبرتنا في محافظة الغربية في مصر عام 1922. تخرج من الكلية الحربية عام 1940. انضم إلى الحرس الملكي بعد تخرجه وشارك في حرب عام 1948. بدأ اتصاله بالضباط الأحرار عام 51. أسس سلاح المظلات في الجيش المصري بعد دورة له في الولايات المتحدة عام 54. كما شارك في حرب عام 56 قائدا لكتيبة المظلات. كلف بقيادة كتيبة القوات المسلحة المصرية التي أرسلت في الكونغو كأول قوة مصرية تعمل تحت علم الأمم المتحدة خلال عامي 1960 و1961. عين بعدها ملحقا عسكريا لمصر في لندن، ثم كلف بالمشاركة في حرب اليمن عام 65 وبقي هناك إلى عام 67. ثم عاد إلى مصر وكلف بتشكيل لواء من القوات الخاصة، شارك في حرب عام 67 وعرف باسم مجموعة الشاذلي. وكان سعد الدين الشاذلي آخر قائد عسكري انسحب من سيناء مع من تبقى من قواته مساء 8 يونيو عام 67. عين بعد ذلك قائدا للقوات المصرية الخاصة، ثم قائدا لمنطقة البحر الأحمر العسكرية. وفي عام 71 أصبح الفريق سعد الدين الشاذلي رئيسا لأركان حرب القوات المسلحة المصرية، وشارك بشكل مباشر في وضع خطة حرب أكتوبر، وقاد المعركة إلى جوار قادة أركان الحرب الآخرين. اختلف مع السادات حول الثغرة ومسار الحرب بعدها، إلا أنه بقي في منصبه إلى ديسمبر عام 1973. عينه السادات بعدها سفيرا لمصر في لندن بين عامي 74 و75، ثم سفيرا لمصر في البرتغال بين عامي 76 و78. اختلف مع السادات بعد قيام السادات برحلته إلى القدس، وأعلن معارضته له ولجأ إلى الجزائر وبقي فيها 14 عاما. حكم غيابيا في مصر عام 83 بتهمة إفشاء أسرار مصر العسكرية بعد نشر كتابه عن حرب أكتوبر. وفي العام 92 عاد الشاذلي إلى مصر حيث قبض عليه في المطار وقضى في السجن الحربي عاما ونصف العام، تنفيذا للحكم الذي صدر ضده. نتابع في هذه الحلقة والحلقات القادمة شهادته على الحروب التي خاضتها مصر من العام 1948 وحتى العام 1973، وبصفة خاصة هزيمة يونيو ونصر أكتوبر. مرحبا سعادة الفريق. شكرا. حياة حافلة وطويلة. فعلا. أريد أن أبدأ معك من القرية الصغيرة التي ولدت بها في إبريل عام 1922 في إحدى قرى محافظة الغربية في مصر. كيف كانت بداياتك وكيف كانت النشأة وكيف كانت البيئة التي ترعرعت فيها؟ الحقيقة الفترة اللي أنا عشت فيها في القرية كانت فترة لها ذكريات جميلة جدا، وأنا عشت في القرية بصفة مستمرة حتى كان عمري 11 سنة، لأن في هذه الفترة كنت أتلقى العلوم في المدرسة الابتدائية في مدرسة بسيون التي تبعد عن قريتنا حوالي 6 كيلومترات. اسم قريتكم؟ القرية اسمها شبرتنا، مركز بسيون، محافظة الغربية. فالحقيقة هذه الفترة لها ذكريات جميلة، لأن ولدت في أسرة متوسطة أو فوق المتوسطة. كان والدي من الأعيان، ووالدي ووالدتي يملكون 70 فدان، فكانت الحياة سهلة ومريحة، وإن كانت لا تخلو من المشاق. يعني مثلا كنا نطلع كل يوم تروح المدرسة، لما يكون في الشتاء المدرسة بتبتدي الساعة 8، جرس بيضر 8 إلا ربع. نعم. واحنا بنروح بناخد ساعة في الطريق، يعني بنمشي حوالي 6:30 من القرية. نعم. ففي الشتاء 6:30 يبقى قبل الشمس ما بتطلع يعني. نعم.
وفي أوقات يكون فيه برد وفي مطر وفي كذا 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 يعني. ولكن بالرغم من كل هذا فكانت الحياة سهلة ومريحة. وبعد ما حصلت على الشهادة الابتدائية والدي أخذ لنا بيت في مصر علشان نكمل في القاهرة يعني. في القاهرة التي كل المصريين يطلقون عليها مصر. بالضبط في القاهرة لكي أتم الدراسة الثانوية وما بعد الثانوية. ولكن صلتي بالقرية لم تنقطع، لأن كنا في فترة الأجازات النصف السنوية والأجازات الصيفية لازم نعود إلى إلى البلد. وكان الحقيقة في فترة الأجازات الصيفية دي كان بيبقى زي منتدى، لأن تبص تلاقي كل الأقارب والعشيرة اللي هم موجودين في القاهرة واسكندرية وفي البلاد أخرى، وصغار الموظفين اللي هم بيشتغلوا في الحكومة بيجوا يقضوا الأجازات بتاعتهم. فتبص تلاقي البلد بتبقى فيها منتدى وتناقش كل المشاكل السياسية والاجتماعية، وتعلمنا من هذا المجتمع كيف نحترم الكبار. في مبادئ معينة تذكرها من تلك الفترة ترسخت في ذهنك وكان لها دور في بناء شخصيتك؟ طبعا، لأن أولا إحنا لما بنقعد مع الكبار كنا لا نتكلم، يعني بتوع الابتدائية والثانوي دول بنستمع إلى الحوار الذي يدور مع الناس الأكبر فبنتعلم منهم. طبيعة الحوار إيه؟ يعني ما هي مصر كانت في ذلك الوقت تحت الاحتلال البريطاني، الوضع الاجتماعي كان مختلف عن الوضع اللي نحن عليه الآن، كيف كان حوار الكبار في ذلك الوقت؟ لا، الحوار على أساس مثلا كانوا بيتكلموا على الثورة العربية لأن جدودنا كانوا شاركوا فيها، مثلا ثورة 19، وبعدين في الثلاثينات كانت القلاقل اللي موجودة في مصر في القاهرة يعني وفي اسكندرية بمناسبة المعاهدة التي كللت بالنجاح، أو يعني تم إبرامها بوسط الوفد سنة 36، معاهدة 36. كل ده كان بيكون مجال للمناقشة. وبعدين أهم حاجة إن بيبقى فيه مثل، يعني مثلا من ضمن الحاجات اللي أنا تأثرت بيها وأثرت على حياتي بعد ذلك، كان ابن عم والدي كان وصل إلى رتبة البشوية، كان اسمه عبد السلام باشا شاذلي، وكان مدير للبحيرة، ما كانوا يقولوا مدير، ما كانش يقولوا محافظ لسه، مدير للبحيرة. فكان يعني جريء في تصرفاته لدرجة أنه كسر اللوائح والقوانين في بعض الأوقات فقدم للتأديب، يعني حكم تأديبيا. يعني الجرأة هذه كانت في أي مجال؟ يعني هل كانت جرأة تخطي القوانين الموجودة أم نصرة الضعفاء أم يعني في أي مجال كانت الجرأة؟ كانت يعني تقدر تقول أنها خليط بين هذا وذلك، لأن أنا كنت في هذا الوقت برضو سني في يعني في الابتدائي، كان عمري يمكن 10 سنين أو 11 سنة أو حاجة زي كده. فلما حكم تأديبيا مجلس التأديب مش برأه، ده قاعد يشيد بالأعمال. فلما حصل حاجات دي فالناس الكبار بقى جابوا الحيثيات بتاعت المحاكمة دي ويقعدوا يقروها واحنا قاعدين بنستمع، فالواحد بقى عنده شعور يا سلام، ممكن الواحد يبقى زي ده في يوم من الأيام انه يقول كلمة الحق ويحاكم لانه بيقول كلمة الحق. يعني دي بتخلق عند الواحد يعني بتترسب عنده حاجات ان هو لازم يقول كلمة الحق ولازم يقول كذا. وبعدين لما تسمع ان في ناس مثلا كانوا بيحاربوا كانوا اشتركوا في ثورة 19، لما تسمع ان جدي مثلا ان هو مات في حروب اسماعيل باشا في السودان، كل دي حاجات بتدي للواحد نوع من الكبرياء والشعور بان هو بينتمي الى فصيل له ماضي وبيؤثر وبيشارك في الحياة الاجتماعية في مصر. متى بدأت تفكر ان تصبح رجلا عسكريا وان تسعى للالتحاق بالكلية الحربية؟ يعني تقدر تقول ان انا قلت لك ان احنا يعني جدودنا شاركوا في حروب اسماعيل باشا وفي الثورة العربية والكلام ده، ولكن بعد الاحتلال انقطعت صلة العائلة بالحياة العسكرية لأن كان في احتلال يعني. إلى أن
يعني أول مرة بقى يدخل واحد من أبناء العائلة في الكلية الحربية كان سنة 33، يعني الفترة بتاعت الاحتلال، إنها كان في الوقت ده بقى يعني فيه شواهد وبوادر على الاستقلال ومعاهدة 36 لسه ما تمتش والكلام ده كله. فأنا كنت تاني واحد أدخل في الكلية الحربية سنة 39. هل دخول قريبك أيضا جعلك تفكر جديا بأن تصبح رجلا عسكريا؟ إلى حد ما، لأن التفكير كان بيسبق دخوله كمان. يعني الحياة العسكرية، ما الذي جذبك في الحياة العسكرية؟ البزة والشكل والفخامة والوجاهة، أم يعني كان واضح لديك في هذا الوقت عملية الطموح لتحرير مصر من المحتل وغيرها من الأشياء التي ربما كانت يتحدث طبعا فيها الناس؟ طبعا الطموح أساسا في أنك أنت تخدم بلدك، يعني في هذا الوقت، لأن بقول لك في بداية التفات القيادة السياسية في هذا الوقت لتكبير الجيش وإن يبقى عندنا جيش، والحركات مصر كانت بتغلي في الثلاثينات بالحركات الوطنية والكلام ده هو. لكن كان المحتل يتحكم في مثل ما هذه في الأمور، شك، يعني في الكلية الحربية وغيرها كان برضو السيطرة البريطانية واضحة. مش بشكل واضح قوي يعني انما كان فيه طبعا، يعني طبعا الانجليز كانوا موجودين لغايه سنه 56، 56 نعم، يعني ما نقدرش ننكر هذا يعني. ولكن ما فيش شك ان ايه، انت بتتصرف طبقا للمتاح ليك. المتاح اليك انك انت، طيب ما هو انت هتصل ازاي؟ ما هو يا اما انت، كنا بنطلع مثلا في ايام الخديوي اسماعيل وبنطلع وبنهتف ضد وعد بلفور والمظاهرات والكلام ده كله، انما لما تخش النواحي الكليه الحربيه هيكون فيه هناك مجال اوسع، او هكذا تتصور يعني، او هكذا تتصور انك انت يكون الفرصه عندك اكبر لكي تخدم بلدك اكثر يعني. سعادتك كنت تعيش في القاهره، القاهرة كانت تموج في ذلك الوقت بالحركات السياسية والأحزاب والتوجهات المختلفة، ألم يجذبك أي تيار من هذه التيارات التي كانت موجودة؟ لا الحقيقة لا، ولم أنضم إطلاقا إلى أي تيار من هذه التيارات. لكن ولكن كنت تتابعها؟ يا سلام، كنت أتابعها، وكان الناس اللي هم بتأثر بيهم وبيعجبوني في الكتابة كان الأستاذ أحمد حسين والأستاذ وحسين عبد القدوس في هذا الوقت، فكانت مقالاتهم مقالات نارية وكنا بنتابعها باستمرار، وكل أسبوع روز اليوسف وال مصر الفتاة، مصر الفتاة بتاعت أبو مجدي حسين، فما فيش شك إن إيه تأثر، يعني دول أكتر كاتبين كنا بنتأثر بيهم لأن كان لهم آراء تقدمية ووالية. لكن الشخصيات السياسية والأحزاب زي الوفد والسعديين وغيرهم، يعني لم تفكر في الانضمام لأي حزب من الحقيقة لم أفكر إطلاقا، لأن أنا برضو يعني الفترة بتاعتي ما كانتش تسمح، لأن أنا ما بقى عندي 18 سنة كنت في الجيش، وفي الجيش ما تقدرش إيه ها يعني تكون حر في أنك أنت تنضم، لم أنضم إلى أي حزب من الأحزاب المصرية في ذلك الوقت. في فبراير 1939 دخلت إلى الكلية الحربية وعمرك ربما كان أقل من 17 سنة. 17 سنة. أقل من 17 سنة. وربما كنت أصغر الطلبة. صحيح. في الكلية الحربية في صحيح. ذلك الوقت. وخلال عام ونصف فقط تخرجت وأصبحت ضابط برتبة ملازم ملازم ثاني. كيف كانت حياتك في الكلية الحربية؟ فترة الدراسة؟ حياة عادية يعني، فيها نوع من التقشف والحياة اللي بتصقل واحد من الحياة المدنية للحياة اللي فيها خشونة، وده طبعا ما كانش جديد علينا، لان انا قلت لك واحنا صغيرين كنا بنطلع من القرية شبرتانا نروح بسيون ساعة في المطر وفي الشتاء وفي البتاع ونرجع، فانما يعني كانت حياة عادية ما فيش فيها. هل الوضع الأسري ساعدك في دخول الكلية الحربية؟ طبعا طبعا، لان طبعا في هذا الوقت كان برضو دخول الكلية الحربية ما هوش متاح لكل واحد يعني. نعم، ولهذا أنا أسأل. والمصاريف بتاعتها كانت غالية، كانت بستين جنيه في السنة يعني، فطبعا كانت نسبة كبيرة ما في هذا بالنسبة لهذا الوقت تعتبر غالية يعني. هذا ساعدك.
في يوليو 1940 تخرجت من الكلية الحربية برتبة ملازم ثاني وانضممت إلى الحرس الملكي. هل الحرس الملكي كان يختلف عن الجيش في ذلك الوقت؟ هو كل ضباط الحرس الملكي بينتدبوا من القوات المسلحة، يعني لازم يبقى هو أصله ضابط جيش وبينتدب، يعني يبقى نوع من الخيار والاختيار يعني. فاخترت من ضمن الذين اختيروا للحرس الملكي، وقعدت فيها أنا من سنة 43 ل 49، لغاية 49 حوالي 6 سنوات مستمرة في الحرس الملكي المشاة. نعم، الحرس الملكي يعتبر ميزة للضابط أو للجندي؟ طبعا في هذا الوقت يعتبر ميزة، ولغاية دلوقتي الحرس الجمهوري يعتبر ميزة بالنسبة للي ما بيخدم في القوات المسلحة. ما هي طبيعة عمل الحرس الملكي كان في ذلك الوقت؟ حراسة الملك وحراسة الـ 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 يعني القيادة السياسية ممثلة في الايه في الملك في هذا الوقت. هل في شخصيات من قياداتك من الضباط في ذلك الوقت ايضا تأثرت بهم، اعجبت بشخصياتهم بأدائهم في الحرس الملكي؟ نعم. لا ما اعتقدش، يعني ما اعتقدش ان، لان في هذا الوقت كضابط ملازم اول قعدت في 6 سنين في الحرس ملازم اول، واخدت رتبة النقيب في السنة الاخيرة يعني. فكانت خدمة عادية، هي خدمة ممتازة ما في شك، خدمة ممتازة لانك انت بتخدم في حتة نظيفة، اولا مجرد انك انت منتقى. نعم. فدي بتشعرك بنوع من الايه؟ من التميز. من التميز. وفي الوقت نفسه رمز البلاد وهو الملك، وكان في هذا الوقت على فكرة الملك كان محبوب جدا يعني، واعتقد رغم ما كان يشاع عن فساده يعني ولاؤه للانجليز وتغييره للوزارات بطلب من البريطانيين وغيرها. شوف يعني دي حاجات برضو يمكن ما كناش نعرف عنها الكثير، ويمكن بالاضافه ان فيها شيء من المبالغات. يعني انا اضرب لك مثل، انا قلت لك انا رحت الحرس سنه 43 ل 49، حصل ان قصر الملكي حوصر في 4 فبراير 42. صحيح، حديث فبراير 42. وعندما فرض على الملك ان هو ياتي بحكومه النحاس باشا. نعم. واحمد ماهر في هذا الوقت قال ان ايه النحاس جه على اسنه الرماح الايه؟ البريطانيه. نعم. الملك في هذا الوقت كان زعيم شعبي، يعني الشعب كله واقف مع ايه؟ مع النحاس، مع الملك على اعتبار ان هو ايه واقف ضد الانجليز، واحنا العدو بتاعنا الاساسي كضباط اصاغر هو الانجليز، فاي واحد يعادي الانجليز يبقى هو ايه ده رجل وطني. يعني هل كنتم كضباط موجودين في الجيش في ذلك الوقت عداءكم للانجليز كان واضح في واضح كلامكم؟ واضح طبعا. كيف كان شعور البريطانيين تجاهكم وهم قادتكم الاساسيين؟ لا البريطانيين اساسا، الاستعمار البريطاني يختلف عن الاستعمار الايه الفرنسي. الاستعمار البريطاني بيسيطر على الايه على الرؤوس، ومالوش دعوه بالايه بالشعب باللي تحت ده كله. هو بيسيطر مثلا، اذا سيطر على الملك او سيطر على رئيس الوزراء بيقول له اعمل كذا، رئيس الوزراء بيعمل كذا، فانت ما يهموش بقى، ما بيدخلش نفسه في الايه في اللي تحت القواعد اللي تحت. فاحنا كنا نقعد نتكلم بصراحة عامة وننتقد الانجليز ونشتم في الانجليز وكل حاجة، مفيش مشكلة، محدش هيقبض عليك وايه ويحقق معاك على اساس انك انت بتشتم في الانجليز. ده شتيمة الملك نفسه كانت العيبه في الذات الملكية، 3 اشهر حبس ويتحبس في الايه في السجن الاجانب في ميدان المحطة، ويلبس المدني بتاعه ويجي له الاكل من بره وكأنه قاعد في لوكاندا. فما فيش، ما كانش فيه القمع. كان في ذلك الوقت كان في عمليات قتل كتيرة بتتم للجنود البريطانيين سواء في معسكرهم في العباسية أو في أماكن مختلفة، هل كان هناك تنظيمات سرية داخل الجيش كانت بتقوم بهذه العمليات، أم أنها كانت التنظيمات السياسية الخارجية الموجودة على الساحة مثل الإخوان المسلمين تنظيمات أو الخاص أو تنظيمات مدنية بيشارك فيها بعض الضباط كانت تقوم بها بشكل فيه بعض الضباط؟ يعني نقدر نقول ان علاقة الضباط الجيش بالتنظيمات المدنية السرية التي كانت تعادي الانجليز كانت قائمة في الاربعينات. كانت قائمة في الاربعينات، وزادت بقى في مرحلة من المراحل الاخرى. يعني اسس الملك في ذلك الوقت ما يعرف باسم الحرس الحديدي للرد
على هذه التنظيمات السرية، هل كان لك علاقة أو معرفة بهذا التنظيم؟ الحمد لله أن لم يكن لي أي علاقة بهذا. كنت تعلم عن الحرس الحديدي؟ علمت في مرحلة لاحقة. سنة كام تقريبا؟ والحقيقة علمت بعد قيام الثورة، وأعرف بعض الأسماء، ولكن أرجو ألا تطلب مني أن أنا أذكر الأسماء لأنهم لازالوا عايشين يعني. لازالوا أحياء. لازالوا عايشين يعني. هل كان بيعتبر الحرس الحديدي يعني شيء معيب حتى للانتماء لي، أو ولا هذا خدمة أيضا للملك؟ أنتم كضباط حرس ملكي كنتوا تحمل الملك وهم يحمل الملك. ده يتوقف على القناعة بتاعتك. يعني هو دلوقتي إذا كان في ضابط في الحرس الحديدي والهدف منه أنه هو يقتل الإنجليز أو يقتل الناس اللي هم بيمالئوا الإنجليز، فمن ناحية هذه القناعات يعتبر كأنه رجل وطني. إنما إذا كان بيقتل ناس سياسيين لمجرد أنهم أعداء للملك يبقى هذا وضع مش سليم. وهذا حدث من الحرس الحديدي؟ حدث. مين أهم الشخصيات السياسية اللي تم تصفيتها من الحرس الحديدي لو تذكر؟ اللي تم إيه؟ تصفيتها من قبل الحرس الحديدي بسبب أمين عثمان. أمين عثمان، وده طبعا يعني لما تقتل شخصية يعني ليس مأسوف عليها أحد، لأنه كان يعتبر بالنسبة لنا عميل إنجليزي. إنما لما تيجي تقتل مثلا بقى واحد مثلا زعيم سياسي في هذه الحالة يعتبر غلط. هل في زعماء تم تصفيتهم؟ ما تقدرش تعرف مين يعني. مثلا هو طبعا النقراشي لما قتل قيل أن اللي قتلوه الإخوان المسلمين. خدت بالك؟ أحمد ماهر نفس الحكاية. وكان الرد عليه بقتل حسن البنا. إنما الحقائق فين ما نقدرش نعرفها بالضبط يعني. إنما مفيش شك أن الحرس الحديدي كان له دور في هذه العملية. في عام 1948 أو في 47 صدر قرار الأمم المتحدة بتقسيم فلسطين، وكان هذا تمهيدا لقيام حرب 48. هل كنت في ذلك الوقت في مرحلة من الوعي والإدراك للمؤامرات اللي بتدور حوالين فلسطين وقضيتها كرجل عسكري؟ إلى حد ما، بقدر الإيه المعلومات المتاحة وبقدر ثقافة الواحد السياسية في هذا الوقت. كان فهمك إيه لقضية فلسطين في ذلك الوقت؟ أو توقعك إيه لما يمكن أن يحدث؟ كان دلوقتي هو حصل رفض عربي كامل لموضوع التقسيم. صحيح. على أساس إن إيه؟ لأن إحنا ما تنساش إن إحنا الجيل بتاعنا اللي إحنا كنا بنهتف بسقوط وعد بلفور. فوعد بلفور أخف بكثير من إيه؟ من التقسيم. من التقسيم. فبالنسبة لنا ده مرفوض جدا. فلما نسمع أي زعيم سياسي ويقول لك إن هو إيه؟ ضد التقسيم، فلابد أن نصدقه. لأن زي ما بقول لك إحنا بنرفض وعد بلفور، فكيف نقبل بالتقسيم؟ هل كنت تتوقع قيام الحرب 48؟ سنة 48؟ في سنة 47 حينما صدر قرار التقسيم، هل كنت تتوقع قيام حرب 48؟ يعني كنا بنتخيل إن هيحصل نوع من الحرب الأهلية. إنما هل الحرب هتخش بواسطة قوات وجيوش عربية وبتاع؟ يمكن ما كانش عندنا الإدراك بهذا إلى أن إيه حدث فعلا، فوجئنا بيه. تقصد بالحرب الأهلية صراع ما بين اليهود والفلسطينيين على أرض فلسطين؟ بالضبط، صراع ما بين اليهود والفلسطينيين، وممكن أن يساعدهم بعض العناصر المتطوعة. إنما التخيل بأن هتحصل حرب يشارك فيها الجيوش العربية ضد جيش إسرائيلي منظم ما كانش في الحسبان يعني. حينما قامت الحرب ماذا كان شكلها وماذا كان انعكاسها عليك أنت؟ هو طبعا قبل الحرب بفترة اتعمل مؤتمر في إنشاص برئاسة الملك فاروق، وحضره رؤساء الدول العربية اللي كانوا موجودين في هذا الوقت يعني 6-7 لا أذكر بالضبط يعني. إنما لما أنت تيجي تشوف إن الجيوش اللي دخلت فلسطين في هذا الوقت هو كان الجيش المصري والجيش السوري والأردني والعراقي
وفيه يمني وفيه سوداني. يعني تقريبا الست دول ولبناني بقوات شعبية أو نصف إيه؟ متطوعين يعني. متطوعين. أظن كان اسمه فوزي قاشقجي ولا حاجة زي كده. فتقدر تقول إن هم دول. وتعامل المؤتمر ده ويبدو أنه تم الاتفاق على إيه؟ دخول الحرب في هذا الوقت. فلما دخلت الجيوش العربية الحرب، أنا قلت لك وقتها في الحرس الملكي. نعم. سنة 48، وكان في هذا الوقت طبعا الحرس الملكي في القاهرة ما بيحاربش. نعم. قمت أنا دخلت القائد الحرس وطلبت منه يعني أن يعفيني من الخدمة في الحرس الملكي وأن أعود مرة أخرى للجيش على أن أنا إيه أشارك في الحرب، لأن كان دخلنا في 15 مايو بقى، يعني 15 مايو سنة 48 دخلت الجيوش الإيه؟ الحرب. الحرب. تفتكر مين كان قائد الحرس الملكي في ذلك الوقت؟ الله يرحمه العقيد حلمي عبد الرحمن. فلما دخلت وقلت له كده زعق لي، قال لي انت مجنون، في حد في الدنيا يبقى في الحرس الملكي ويقول ارجع الحرس الملكي؟ ارجع الجيش. كانها جريمه يعني. نعم. كانها جريمه. ف وزعق لي ومش عارف ايه، وتفضل اخرج ومش عارف ايه، وخرجت. وبعدين ما فيش ساعتين بصيت لقيته هو نفسه بيضرب نوبة ضباط ويجي مع الضباط كلهم ويقول لهم ايه، جلالة الملك قرر بأن يشارك في الحرب الدائرة في فلسطين بسرية من الحرس الملكي كنوع من المشاركة الرمزية على أساس أن تكون هذه السرية بالتطوع. فطبعا أنا كنت من المتطوعين يعني على خدمة المتطوعين. ايه اللي حصل في الساعتين دول بقى؟ يعني لازم حصلت اتصالات يعني. لان من رفض بات الى بعد ساعتين قرار بان احنا نطلع. فروحت انا بقى في ايه من ضمن هذه السرية، و في خلال 3 ايام تقريبا كنا جهزنا نفسنا، ولما طلعنا باستعراض مشي من اشلاءات الحرس الملكي اللي في عابدين لغاية ميدان المحطة، وفي محطة القطر مستنينا وركبنا وتنينا ماشيين لغاية ما وصلنا إلى إيه؟ إلى فلسطين بالقطر يعني. كان النواوي وقتها كان هو قائد القوات المصرية في الإيه؟ في الحرب. يعني في أي المواقع شاركت؟ هل شاركت في الحرب بشكل مباشر أم كنت في صفوف خلفية أم في المواجهات أم في أي موقع؟ في معركة دير سنين ونيت سليم بعدها. دول المعركة. يعني شاركت في معركتين رئيسيتين مع اليهود في الحرب. كيف كان مسار الحرب لك كرجل عسكري في ذلك الوقت؟ هل قيمت مسار الحرب وشعرت بأن وضع الجبهة ليس في صالح العرب؟ ما أقدرش أنا وأنا في هذه الرتبة الصغيرة أن أقيم. كنت ملازم أول أم ثاني؟ ملازم أول. نعم. خدت بالك؟ لأن دي لازم يكون واحد يكون عنده إلمام بالإيه؟ بالموقف العام. إنما لما أجي أنظر نظرة تاريخية كمحلل أجد إن مثلا حرب 48 والمشاركة العربية فيها لم يعادله أي حرب أخرى إلا 73. يعني حرب 56 وحرب 67 لم يشارك فيها العرب المشاركة الحقيقية، ولم يحشد المجهود العربي وتحت قيادة مجمعة وتنسيق زي ما حصل 48، يعني 48 وبعدها 73 على طول كعملية تنسيق وتآلف ما بين كعملية تنسيق العرب. وحشد للقوة. سعادة الفريق، لكن رغم هذه الحشود العربية الكبيرة التي أشرت إليها، هل كانت القوات الإسرائيلية أو اليهودية في ذلك الوقت كانت أقوى وأكثر عدة وعتادا من العرب؟ للأسف شديد لأن الجيوش العربية بصفة عامة كانت في هذه الفترة معمولة للأمن الداخلي وليس للإيه؟ للقتال يعني. يعني كان الحفاظ على الأنظمة؟ الحفاظ على الأنظمة، لأن المحمل اللي كان بيسافر كل سنة من مصر إلى السعودية، حراسة المحمل، حاجات يعني.
فوجئنا احنا بهذه الحرب دون ان يكون الجيش مدرب لهذا. وبعدين الجيش عبارة عن كوادر، ناس بيتعلموا من اللي قبل منهم. طب احنا نتعلم من مين؟ طب عفوا، اللي اتعلمتوه ايه اثناء دراستكم في الكلية الحربية وما بعدها؟ بنتعلم على الورق. لا برضو يعني دائما الجيوش بتفترض اعداء ليها هتحاربهم. هل كان هناك عدو مفترض في ذلك الوقت؟ لا يعني انا اضرب لك مثلا، احنا في الكلية الحربية لما نيجي على درس على القنبلة اليدوية، يوم يرسمونا القنبلة اليدوية على، ما شفناش قنبلة يدوية واحنا طلبة في الكلية الحربية، لم نرى القنبلة اليدوية، ولا يرسمها لك، ولما تشيل كده تشيل البن اللي هو ده هو وتشيل دي بإيدك، يقوم الطارق يضرب، تقوم تنفجر، تقوم المدة بتاعتها 7 ثواني. كلام نظري كلام نظري. لكن لم تقوموا فعليا بالتدريب على ذلك اطلاقا اطلاقا. انا كنت ما شفتش القنبله حتى بعد ما تخرجت من الكليه الحربيه، حتى بعد ما تخرجنا من الكليه الحربيه. فكانت الجيوش معموله اساسا عندك البندقيه وعندك الرشاش، الحاجات الاساسيه اللي انت متمرن عليها البندقيه والرشاش. وفي بعض اوقات جابوا لنا بندقيه اسمها بندقيه مضاده للدبابات بويز، كانت يعني واحد يضرب بيها طلقه يتملخ كتفه، يعني حاجات كلها. ف بالإضافة إلى أن إحنا بنعتمد على الجيش النظامي. يعني هل تعلم مثلا أن الجيوش العربية كلها مجتمعة في حرب 48 كانت حوالي 40,000 مثلا؟ نعم، 40-45,000. كويس، في الوقت اللي كان فيه عدد الإسرائيليين أو اليهود 100,000. شو بقى يعني تتخيل إزاي؟ لأن هم الجيش الشعبي حسب ما جاء عندهم، كل يهودي حسب ما جاء عندهم في التوراة، وحسب زي الإسلام عندنا الجهاد. نعم، ما بيحددش سن. نعم، 50-55 سنة ويجاهد في سبيل الله. 80 في بعض ال، مظبوط مظبوط. فتبص تلاقي يعني بالرغم من ان عددهم في هذا الوقت لا يزيد عن مثلا ايه 400,000 300,000، يوم يحشدوا 100,000 واخد بالك. والدول العربية دي كلها حاجة حوالي 40-50,000، لانه بيعتمد على الايه، على القوة النظامية. طب المتطوعين كانوا كثرة في ذلك الوقت؟ المتطوعين بكثرة، وكانوا بقيادة المرحوم أحمد عبد العزيز في القطاع اللي هو جنوب القدس. نعم، ودول كانوا عملوا أعمال كويسة ما فيش شك يعني. إنما اليهود لعبوا لعبة أثناء الحرب العالمية الثانية، إنهم كانوا بيلعبوا على الطرفين. كيف؟ طرف منهم بيلعب مع الايه، مع الحلفاء، لدرجه انهم شكلوا لواء يهودي يقاتل مع الحلفاء. اللواء اليهودي ده طبعا اكتسب خبره، خبره قتاليه الحرب العالميه الثانيه، الحرب العالميه الثانيه. فلما قامت الحرب، اللواء اليهودي ده كان هو النواه بتاع الهجناء اللي هو كان الجيش الإسرائيلي الأساسي في الحرب. نعم، نعم، علاوة على الفصائل الأخرى. إحنا بقى مفيش، مفيش تدريب، مفيش خبرة عسكرية، مفيش استعداد لحرب. أضف إلى ذلك إن في قوة احتلال بريطانيا. نعم، احتلال بريطانيا هنا، واحتلال فرنساوي في سوريا، وفي لبنان. نعم، وفي لبنان، وفي العراق، وفي كل البلاد اللي ما كانش فيها الاردن حتى، والاردن كان في بريطانيين. نعم، يعني فكل ده كان يعني فيه قيود، فيه قيود، ولكن اقل ما فيها انهم حشدوا اللي موجود عندهم. لكن كان في استعداد فعلي للحرب، ام كانت ايضا الحشود لمجرد ذر الرماد في العيون كما يقال، او لتحقيق نصر عسكري اسرائيلي ومن خلال حرب لم تتم اصلا، او كانت فيها خيانات كما ذكر في كثير من كتب التاريخ؟ هم القيادات السياسيه والقيادات العسكريه الكبيره كانوا فاهميننا ان ايه، اليهود دول عصابات، ومجرد الجيش ما هيخش هينتهوا. وبعدين ظهر ان العمليه عكس كده تماما، يعني دول ناس مدربين تدريب عالي وعندهم اسلحه متفوقه حقيقي، ما عندهمش طيران. كان في هذا الوقت ما عندهمش طيران. نعم، خدت بالك؟ انما وفي الوقت اللي المصريين عندهم طيران، خدت بالك؟ انما عندهم عملوا نظام ان يجي باللوري، لوري عادي يروح مصفحه، عامل له تصفيه، بحيث ان هو عارف الاسلحه اللي عندنا ايه،
ما عندناش أسلحة مضادة للدبابات يعني تقدر تدمر العربية، ولا الار بي جي اللي موجود عندنا دلوقتي، ولا المدافع المضادة للدبابات والكلام ده. معاك البندقية والرشاش، البندقية والرشاش لما أنت تعمل صفائح من اللي هي مانعة لنفوذ الرصاص، لما تضرب اللوري ده الطلقات بتاعتك ما تخترقوش، ويكون راكب جوه مركب ناس. فأصبح في حاجات فوجئنا بيها. لما تيجي تحسب العربيات المدرعه، هي مش عربيه مدرعه بمعنى عربيه مدرعه كلها مدرعه، عربيه جيب ودرعت او لوري ودرعت، تلاقي عندهم اعداد كبيره جدا من حوالي مثلا 400 عربيه ها او 600 عربيه من هذا النوع. الارقام دي تعتبر تافهه دلوقتي، ولكن بالنسبه لسنه 48 تعتبر ارقام ايه رهيبه. يعني هم كان لديهم استعداد تام للحرب بجاهزيه كامله من حيث التدريب، من حيث المشاركه في الحرب العالميه الثانيه بغرض التدريب على الحروب ومواجهه العرب، بالظبط استغلال الطاقات الموجوده عندهم واستخدام وسائل افضل للمواجهه، دراسه حاله الخصم اللي هو العرب وتقدير ما لديه من سلاح وكيفيه مواجهه هذا السلاح. تمام كده. في المقابل بقى العرب كانوا ايه؟ العرب قلت لك جيوش نظامية غير مدربة على القتال، ما فيش جيش منهم حارب، وخبرتهم القتالية محدودة، بيتعلم الحرب في بالأخطاء اللي هو بيرتكبها، السلاح بتاعه ما هوش متحكم فيه، ابتدى يشتري من السوق السوداء، خدت بالك؟ فطبعا اللي بيشتري من السوق السوداء ما فيش دول بتساندك في هذا الوقت، يعني ما فيش دولة، لأن لما قامت الدولة العبرية دي في 15 مايو، امريكا وروسيا او الاتحاد السوفيتي في هذا الوقت ايدوها في الدقائق الاولى. صحيح. فكل العالم المتمدن كان بيدور في اطار الدولتين، في اطار، وكلهم ايدوها. طب انت هتشتري سلاح من مين؟ مين اللي هيدي لك السلاح؟ فبتلجا الى ايه؟ السوق السوداء. والسوق السوداء بيجي لك مخلفات، بيجيب لك حاجات مش مضمونه، مالكش الحق انك انت تختبرها وتقول انها دي كويسه ولا لا. فاصبح متفوق عليك في السلاح، متوقع عليك في العدد، متوقع عليك في التدريب. سعادة الفريق، هو ده السبب اللي بيثار حوالين وجود أسلحة فاسدة في حرب 48؟ هو في أسلحة فاسدة ما فيش شك. ايه مفهوم أسلحة فاسدة؟ يعني الأجيال أجيالنا الآن وما بعدنا، يعني عشان يفهم أسلحة فاسدة، وسعادتك رجل عسكري كيف توضح لنا قضية أسلحة فاسدة؟ أنا عايز أقول لك حاجة، من المؤكد أن كان فيه بعض الأسلحة الفاسدة ولكن بولغ فيها كثيرا. يعني على سبيل المثال، انت بتبعت لجنه تشتري حاجات من السوق السوداء، السوق السوداء، القنبله اليدويه اللي احنا اتعلمنا عليها في الايه في الكليه الحربيه، انها المنظر كذا وكذا وكذا، وبعد ما ترميها تحتاج الى 7 ثواني للانفجار. كويس. القنبله اليدويه دي كويسه في الدفاع، انما لما تيجي تهجم 7 ثواني تعتبر مده طويله. فطلعت قنابل يدوية المدة بتاعتها 3 ثواني، ما حدش قال لنا انها تبقى 3 ثواني. يقول لما ضرب لما تنفجر 3 ثواني يقول لك القنبلة بايظة او القنبلة مش كويسة. ده جهل، نوع من الجهل من عندنا من طرفنا يعني. فيقوم يسموا مثل هذه الاسلحة اسلحة. انما في اسلحة، يعني افرض ان حصل مثلا ان ايه اثناء مدفع ما بيضرب قنبلة انفجرت والمدفع انفجر، ممكن بس حاجات فردية، بس ما هواش ايه حاجة عامة يعني. يعني مش عايزين نرجع الهزيمة إلى الأسلحة الفاسدة، وإنما إلى قلت لك متفوق علينا في العدد وفي العدة وفي التدريب، يبقى هيكون هي أكثر من كده. سعادة الفرقة، هل كنت ترى إن حرب العصابات هذه لا تواجه إلا بحرب عصابات، وكان المتطوعين أو الفلسطينيين كما كان يرى البعض في ذلك الوقت يتم تسليحهم بشكل قوي ويستمر في حرب عصابات مع الإسرائيليين، أم أن الأمر أيضا كان يمكن لهذه الجيوش النظامية أن تقوم بعمل شيء متميز في مواجهة الإسرائيل؟ الجيوش اللي كانت موجودة ما كانتش تقدر تعمل أكتر من اللي عملته، لأن قلت لك ليست مؤهلة لهذا، وما كانتش تقدر تعمل أكتر من كده. إنما ما فيش شك أن إمكانيات القوة حرب العصابات تكون أكتر، وتكون ماهيش مقيدة بالأرض. هي مشكلة الفرق بين القوات النظامية والغير النظامية إيه؟ القوات النظامية بتتمسك بالأرض، فمكانها بيبقى معروف ولها خطوط مواصلات والكلام ده، وتضرب خطوط مواصلات. إنما العمليات الفدائية والعمليات حرب العصابات ما بيتمسكش بالأرض. أنا موجود النهاردة هنا بضرب وبرجع، ما ليش أرض ثابتة
ان انا احتفظ بيهم. فالارض الثابته دي بتخلق عندك نقطه ضعف، انك انت معروف انك انت في الحته الفنيه وتتضرب وليك خطوط مواصلات تهاجم فيها. فما اقدرش اقول ان هزيمه 48 ترجع اساسا للاسلحه الفاسده، ده تحميل بنحط الاخطاء بتاعتنا على شماعه. لا، قلت لك ناس كانوا متفوقين عددا وعدة وتدريبا. بس سعادة الفريق، لو كمحلل عسكري في أي درجة يمكن أن تضع حرب 48 في التاريخ العربي الحديث؟ والله هي كانت مجرد بداية، لأن مجرد أن بعض الزعماء عرب رغما عن وجود الاحتلال البريطاني والفرنسي الجاثم على صدورهم ويقرروا انهم يتحدوا هذا ويخشوا الحرب، ده يعتبر قرار جريء وبيكسر حاجز الايه الخوف وحاجز التردد. يعني في اتهامات تاريخيه ايضا بتوجه الى بعض الزعامات العربيه في ذلك الوقت من انها يعني لم تكن جاده في هذا، وانها ساعدت الاسرائيليين وكان لها علاقات خاصه معهم في عمليه التمكين لهم وقيام دولتهم على ارض فلسطين. هذا حقيقي، هذا حقيقي وما نقدرش ننكر، وهذا في الماضي وفي الحاضر وفي المستقبل، ما تضمنش ان هو ما يتكررش تاني. لان دي طبيعه البشر، في ناس بيحبوا يكونوا انتهازيين، يقول لك يكسب بالنسبه للمستقبل، فهذا حصل فعلا. حينما عدت من الجبهه بعد الهزيمه، ماذا كانت مشاعرك كعسكري، رجل عسكري في اول حرب تخوضها؟ هي ما كانتش هزيمه، بالعكس، ده حرب 48 ما نقدرش نقول لها نقول انها هزيمه، ده كان كيف وولدت فيها دوله على ارض دوله عربيه واسلاميه فلسطين. ايوه، ما هو اصل دلوقتي انت عايز ما تحكمش على حاجه من ناحيه عسكريه ومن ناحيه الحرب، فيها جانب سياسي وفيها جانب عسكري، خدت بالك؟ هو استغلال العدو والمجال الدولي والتأييد الدولي من أكبر دولتين في العالم، أمريكا وروسيا أو الاتحاد السوفيتي وكل الدول الأخرى. هل تعلم مثلا أن أثناء الحرب الطيران بتاعنا، من قلت لك إسرائيل كان عندهم كل حاجة إلا الطيران، الطيران بتاعنا راح ضرب في داخل إسرائيل وعمل فيهم خسائر. تاني يوم راح، اللي طلع له الطيران الانجليزي وقع خمس طيارات مصريه. امال ايه؟ فاصبح انت دلوقتي يعني اللي وقع الخمس طيارات دول طيران انجليزي هو اللي طلع اعترض الطيارات المصريه وسقط. فانت دلوقتي كل يعني وحده او تشكيل او جيش له طاقه. اذا انت كلفته باكثر مما يطيق، يبقى الخطأ هل على الجيش ولا على الذي كلفه بما لا يطيق؟ هذه ظروف الحرب، لكن المحصلة ان كان في هزيمة للعرب. المحصلة بس كان في حتت محتلة بواسطة قوات مصرية وقوات عربية، يعني حصل ان هو تقدر تقول الهزيمة في ان هم احتلوا اجزاء اكثر مما كان لهم في الايه في التقسيم. انت واخد بالك؟ يعني في التقسيم، ما هو الآن في رفض القرار التقسيم، فبالتالي اعتبار وجودهم حتى في التقسيم هو عملية احتلال غير مشروعة للأرض العربية. بتقول دلوقتي إيه؟ ده دلوقتي ده في أوسلو وفيه اتفاقيات أخرى. لا 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 لا، ما تقولش دلوقتي. أنا بقول وقتها، أنا بقول في وقت 48. دلوقتي أعلى ألعب من 48. أنا أقصد 48 ساعة. إذا كنا حندين 48 يبقى لازم ندين دلوقتي عشرات المرات. وإحنا نريد، لأن 48 كانت أحسن من دلوقتي. عفوا سعادة الفريق، إحنا بننظر للتاريخ بشفافية، وأنت شاهد على العصر وتقول رؤيتك وشهادتك بغض النظر عن ظروف المرحله. يعني احنا بنشوف ظروف المرحله ونقيمها، ولكل وقت سنقيم عليه بشفافيه. بقول لك ان 48 نهايتها ان اليهود خدوا اكثر مما كان لهم في قرار التقسيم، بالرغم ان العرب كانوا بيرفضوا التقسيم. النهارده أكثر من 48، فإذا أدلنا 48 لازم ندين الوضع الحالي قد 48 10 مرات. يعني إحنا عايزين الآن 48 نفسها. 48 نفسها تعتبر بالنسبة للإمكانيات الموجودة كان يعتبر نجاح معقول، يعني
يعني لا لا اقدر اقول عليه انتصار ولا اقدر اقول عليه هزيمه، يعني نصف نصف. ده يعني مفهوم جديد ربما لاجيالنا، ان احنا نعرف ان حرب 48 لم تكن هزيمه بمعيار رجل عسكري مثل سعادتك سعاده الفريق. وما بقولش انها نصر، ما بقولش وما بقولش انها نصر. هل هناك مواقف مميعه في المعارك؟ بقول لها نصر. المعارك اما هزيمه او نصر. بقول لا، فيه نصف نصر وفيه نصف هزيمه، يعني فيه. انت تعتبرها نصف هزيمه 48؟ نصف انتصار ونصف هزيمة. أي انتصار؟ ما الذي حقق من انتصارات في 48؟ في جزء من الأرض العربية ما سيبش الأرض العربية كلها، يعني لو أنت ما دخلتش وما عملتش الكلام ده كان ممكن ياخدوا الإيه؟ فلسطين بالكامل. قوتهم ما كانتش تسمح في ذلك. لا تسمح. هم خدوا ما في طاقة اليهود في ذلك الوقت. ما هو ما في طاقتهم، لأن قدامهم 45 ألف مقاتل من إيه؟ من الجيوش العربية، علاوة على القوى الثانية اللي هي شبه عسكرية. إنما لو افترضنا جدلا إن دول ما دخلوش، ما الذي يمنحهم أنهم ياخذوا الإيه؟ كل فلسطين. لن يملكوا القوة لتغطية وحماية المساحة في ذلك الوقت. لا يملكوا. عدد اليهود كان قليل، كل القوى الضاربة اللي هم 100 ألف يدوبك تسيطر على المنطقة التي كانوا عليها. هو أصل الأسلوب اليهودي يختلف عن الأسلوب الآخر. هو بيخش في بلد في قرية وروح دبح 300 واحد مدني نساء على بتاعته، يروح كل القرى المجاورة واخدين عزالهم وإيه ومهاجرين. هذه الأسلوب اليهودي. فما فيش جيش، ما كانش في قوة فلسطينية تقدر تحاربهم، لأن المئة ألف دول اتربوا في كنف الاستعمار الإيه البريطاني، في الوقت اللي ما اترباش فيه أي إيه أي قوة فلسطينية كجيش أو كبوليس يستطيع أن يقف إيه ضدهم. فما كانش في حاجة تمنعهم إطلاقا لو لم تدخل الجيوش العربية سنة 48 أنهم يحتلوا كل فلسطين. سعادة الفريق، في الحلقة القادمة إن شاء الله سوف نتناول طبيعة العلاقة التي بدأت بينك وبين جمال عبد الناصر وتنظيم الضباط الأحرار، ثورة يوليو، تأسيس سلاح المظلات، ذهابك إلى الولايات المتحدة كأول ضابط مصري للدراسة هناك، وحرب 56. أشكرك شكرا جزيلا على ما تفضلت به في هذه الحلقة، كما أشكركم مشاهدين الكرام على حسن متابعتكم، حتى ألقاكم في حلقة قادمة من برنامج شاهد على العصر، لنكمل استماع شهادة الفريق سعد الدين الشاذلي رئيس الأركان السابق للجيش المصري. هذا أحمد منصور يحييكم، والسلام عليكم ورحمة الله.